ايه؟ محمد امين. عندك كام سنه؟ 21. حضرتك صاحب السايبر تمام؟ ممكن تقول لنا الاعمار اللي بتيجي هنا في السايبر تبقى من كام؟ معظمهم شباب ولا معظمهم اطفال؟ لا كتير يعني، في انواع، في اطفال وفي رجاله وعادي يعني، ملوش سن يعني. طب واكتر حاجه بيقعدوا عليها في النت؟ كونكر. شباب واطفال ولا؟ شباب واطفال، في ناس متجوزين وبيلعبوها. طب انت كده بتبقى شايف هم اساسا فاهمين اللعبه بتتلعب ازاي ولا هم؟ انا نفسي انا مش فاهم فيها، انا بلعبهاش، بس هم طبعا اكيد فاهمين فيها. بتكسب على فكره، في سؤال انت بتقول ان بتكسب فلوس ولا لا؟ بتكسب فلوس. بتكسب فلوس ازاي يعني؟ مثلا في حاجات في اللعبه بتبقى حاجات عاليه يعني مهمه، ففي واحد ممكن يكلمه من بره يقول انا محتاج الحاجه دي عايز اشتريها منك، فبيشتريها بيتفقوا مع بعض وبيجي له بيبيعها بعد. هي اللعبة أصلا يعني أنت عندك فكرة بتنمي مهارات إيه؟ مهارات قتالية ولا مهارات؟ لعبة عن مهارات قتالية. يكسب سبيستات فلوس ومليون ومش عارف إيه وكده يعني. طب بصراحة كده يعني أنت إن شاء الله لما ربنا يكرمك ويبقى عندك أولاد هتسمح لهم يقعدوا كل الساعات دي؟ لا. تحب إنك تعلمهم اللعبة أصلا؟ لا طبعا. أنا ما بلعبهاش. ماشي خلاص، ماشي شكرا.